أغذية متنوعة توضع على طاولة الإفطار خلال شهر رمضان، غير أن المصابين بداء السكري الذين يسمح لهم بالصيام ملتزمون باتباع نظام غذائي منتظم وتقسيم الوجبات من الإفطار إلى غاية السحور. يقسم الفطور ديالو الغذاء ديالو إلى ثلاث وجبات. وجبة على الإفطار اللي تكون خفيفة، سلطة وشربة، ومن بعد يقولوا هذاك 12 تاع الليل ولا يروح يصلي ويعاود يولي يزيد ياكل وجبه، ياكل تما هذيك الوجبه تاع دوكوز يكون يعني فيها، ممكن تكون فيها سكريات وكامل. من بعد ياخر السحور ويشرب بزاف الماء بوغ ايفيتي لا ديزيدغاتاسيون. لا يخلو شهر رمضان من الحلويات، وبالمقابل لا يمنع الاطباء المصابين بداء السكري من تناول بعض منها شريطه الالتزام ببعض الارشادات. أهمية وجبة السحور هي مهمة جدا، نخيلوا السكر يعني بعض الامتصاص باش يشدنا الجوع باش يكون عنده وقاية يعني انخفاض سكر الدم، مثل الطعام اللي ياخذوا أغلب الناس يعني ماشي ممنوع كمية معتدلة، وزائد يعني مشتقة الحليب كان حليب أو لبن أو رايب. الإنسان عندما السكري سكر نوعا ما نوعا ما أثناء الأذان سكر تاعو نوعا ما شوية حامض حبة مرش عليه، إذا كان شوية فوق غرام يستحسن يعني يشرب شوية ماء. إذا عنده السكري إذا كان مرة على مرة يعني كلا نقب كما نقولوا بالدرجة، نقب شوية قلب اللوز، نقب شوية زلابية، نقب حبة حبل حلو مور الوجبة كتكون غنية بالألياف، مثلا عندنا ظلمة تاع كرومبيط، عندنا مثلا ظلمة تاع طرشي، موراها نقبنا شوية زلابية ما كانش ضرر كبير، ولكن كتكون عند الفراغ هنا يولي ضرر كبير. المرضى المصابون بالسكري من النوع الثاني ملتزمون بتنظيم الوجبات واختيار الأغذية المناسبة للحفاظ على معدل سكر معتدل بالدم طيلة شهر الصيام.